صباح الخير، السلام عليكم البنات، لاباس عليكم؟ مزيانين. اليوم جينا بوصفه جديده اقتصاديه كالعاده. اليوم غنصاوبوا العجين اولا لاباتا مودلي. كما كتعرفوا معاد الحجر الصحي، وليداتنا كيجلسوا في الدار نهار كامل، دونك خصنا شي حاجه باش نلهيوهم. قررت نصاوب لكم لاباتا مودلي بيتيه طبيعيه، حسن من هذيك كتشرى من الزنقه اللي كتكون فيها مواد اصطناعيه، وثاني حاجه غاليه. دونك غنصاوبوها في الدار بمواد اللي هي بسيطه وبالوان اللي هي متوفره في كل دار، وان شاء الله تعجبكم. اول حاجه بعدا في هاد الوصفه ما تستعملوش شي كاسرونه اللي عندكم زوينه في الدار، خليو الزوينه شغالها. غتستعملوش شي كاسرونه بحال هادي، حيد لها اليد قديمه عندكم، ما عندكم يعني ما كتحتاجوهاش في شي حاجه اللي هي مهمه. فيها غادي نخدمو. نبداو في المقادير. نيشان عندنا الكاس ديال العنبه ديالنا، هنا يخطى علينا هو باش كنخدمو ديما. كنديرو كاس ديال الماء ديال العنبه، وكاس ديال الفورس حتى هو ديال العنبه، ها هو. وكنديرو جوج معالق كبار ديال الملحه، ها هي. وكنديرو جوج معالق ديال الخل حتى هما كبارين، ها معلقه، ها جوج. وطبعا كنديرو جوج معالق كبار ديال الزيت النباتيه، اي زيت نباتيه عندكم. ها معلقه، ها جوج. هاد الوصفه ملي تكونوا كتحضروها في يعني في ديوركم، من الاحسن يكونوا الوليدات الصغار معكم باش هكا تلهيوهم، لان كما كتعرفوا الحجر الصحي الدراري كيقنطوا كيملوا، وانتوما باش تهناو منهم. دونك فاش تكونوا كتوجدوها يكونوا معكم الوليدات الصغار، وتعطيهم الالوان هكا يلونوا هما داك العجين باش هكا تشغلوهم شي شويه يعني، ويفرغوا حتى الطاقه ديالهم في داك العجين. دونك هاد المقادير كامله غادي نديروهم فوق عافيه من هنا، غنبقاو نحركوا الخليط، نحركوه حتى كيتجمع وكيولي عندنا عجينه. كما كتشوفوا نتوما كتحركوا وهو كيتجمع، نتوما شفتوا كيتكون، نتوما كتحركوا. العافيه ما تكونش مجهده، ما تكونش عاود قليله بزاف، هانتوما نتوما كتحركوا وهو كيتكون، نتوما كتحركوا وهو كيتجمع. الصراحه هاد الوصفه كتنفع بزاف مع الدراري الصغار، اقتصاديه وكما قلنا ما فيهاش مواد اصطناعيه. كتجمع وكتقال، كتجمع وكتقال، شتوها هاكا كتولي الخليط كيتجمع. كيولي بحال هاكا الصوره ديال العجين. هانتوما البنات كما كتشوفوا لاباتا مودلي ديالنا هي وجدات، كنبداو كنلونوا فيها. كتستعملوا غير القياس اللي بغيتو، والقياس اللي ما بغيتوش كتخبعوه في شي طويصه وديروه في الثلاجه، ما كيوقع له حتى حاجه. بالنسبه للالوان يمكن لك تلوني بالوان طبيعيه بحال الخرقوم، بحال التحميره، بحال الزعفران، بحال شي عكاكر هكا عندك ما كتستعمليهمش، طابلو دو ماكياج بحال هذا تخدميه تلوني به لاباتا مودلي، كيعطيو الوان زوينه هكا. كتعطي لوليداتك حاجه اللي هي طبيعيه ما فيهاش مواد حافظه، يعني حاجه ديال الدار، لاباتا مودلي ديال الدار، وهكا كتكوني حتى الوليدات يعني عطيتيهم فرصه فين يخويو الطاقه ديالهم وانهم يلعبوا، لان مع هذا الحجر الصحي مساكن حتى هما كيقنطوا الله يحسن العوان. يعني خصنا نصاوب لهم شي انشطه فين يتلهاو، عسي مني كتعطيهم لاباتا مودلي كيبقاو ملهيين فيها، يعني عطيهم الطوابع وسيري قضي شغالك، كيبقاو ملهيين. ها هما طبعوها، ها هما داروا لها هكا، ها هما داروا لها هكا، يعني انت كترتاحي. وفي نفس الوقت يعني كتصاوبيها في الدار، القوام ديالها بسيط، يعني ما كتشريها ما حتى حاجه.
وطبيعية، يعني ما غادي تضرهم ما حتى حاجة. المهم انا غنستمر بهذه الطريقه، غنلون لا باتا مودلي ديالي على حسب الالوان اللي انا بغيتهم، وغنلون غير القياس. كنتمنى ان هذا لا فيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وعجبتكم الوصفه اللي قدمت لكم اليوم. كنتمنى تبارطاجيوها وتدعموا القناه باللي لايك ولي زابوني باش نقدر هكا نعطي اكثر. وشكرا بزاف على المشاهده.